بشعر مش حاسس بحر، مش حاسس بشمس قدام هذا الانجاز الضخم اللي بنحلم بيه كلنا، اللي هيدر الخير على مصر، اللي بيقول ان احنا مش هنوقف ابدا وهنفضل مستمرين، ان في عز هذا الظروف اللي احنا بنعيشها هنبني للاجيال القادمه. حاجه طبعا هتفتح مجالات وفرص عمل كتيره قوي للشباب، و هتسهل عملية النقل وهتزود الدخل المصري والعملة الصعبة برضو، فدي حاجة طبعا مشرفة جدا وان شاء الله المشروع ينجح. احنا الحفر فعل اعتبارها من يوم 6/8 واحنا شغالين على مدار اليوم. عندنا النهاردة اكتر من 40 شركة مدنية شغالة في المشروع، وكذبتين طرق واحد لواءات القوات المسلحة تتبع الكلية الهندسية. كل شركة او كتيبة او له واخد قطاع، القطاع ده تتراوح مسافته من نص كيلو لكيلو. احنا لازمين على كل شركة انها توفر من 10-15 لودر في القطاع لنص كيلو، وبالاضافة الى من 50-60 قلاب. يوم جميل جدا، وواحد حس بالفخر، حتى في بعض المعلومات كده الواحد مش عارفها لما شفنا الفيلم التسجيلي، حاجة تحفة، وان شاء الله مشروع هيجيب لمصر دخل كويس وفرص عمل، يعني ايجابيات كتيرة. الواحد بيتشرف ان هو بيكون موجود وبيحاول يعني يعمل دور حتى لو صغير ونكون موجودين. ولسه طالعين بقى نروح نتفرج هناك ان شاء الله، ونشوف العمال اللي شغالين هناك ونبقى جنبهم كده ان شاء الله. كل التقدير للناس اللي شغالة هنا من اول فريق طبعا مهمش، وكل قائمين على الاعمال من اصغر عامل بيحفر في قناة للادارة الهندسية للقوات المسلحة. انا كنت فخور جدا بجيشي العظيم اللي هو بيعمل عمل تاريخي، انا كنت فخور بنفسي ان انا موجود في عمل مش هيتكرر غير كل قرن، لان السيد فريق قال ان في القرن العشرين اتحفر القناة وقرن 21 اتحفر قناة جديدة، فمين اللي هيبقى في القرن الـ22؟ ده من مرات القليلة قوي ان انت بتعيش الحلم وبتعيش تنفيذه، وان شاء الله ربنا يدينا طول العمر وتشوفه هو بيفتتح. ده مشروع له نقطة انطلاق او مرحلة انطلاق، ليه زي ما احنا شايفين كده ناس بتشتغل بمنتهى الاصرار، ونعلم متى سينتهي المشروع. نبدا من الساعه 6:30 لغايه الساعه 5:30. في كام واحد؟ هو كذا واحد، يعني بتاع 30 لودر تبع المقاول. 30 لودر؟ اه. قول لي يومك بيبدا ازاي هنا؟ يومي بيبدا عادي، يعني بطلع الصبح بفطر وبطلع الشغل، باجي الساعه 1 بوقف الشغل واقعد اتغدى، واخر النهار بسلم السواد تاني. كتير، انت شايف العربيات اللي معانا حوالي 70 عربيه شغالين، ومعانا حوالي 17 لودر شغالين، ومعانا بلتوزر شغال على المقالب. الناس احساسها انها هتعمل حاجه تخدم البلد وتخدم الناس. حاسس بكل راحه والله، واحنا بنتمنى من الرئيس اللي هو يدنه معانا ويدنه في ايدينا كده، ويدنا طول عمرنا كده شغالين كويسين 100% الحمد لله. اسمك حاسين بالسعاده عشان حتى وفر لنا شغل، احنا كنا الحال واقف السنه الثلاث سنين اللي باقيين، فالشغل بدا يفتح، فاحنا لازم نشتغل عشان. انتوا محتاجين حاجه؟ احنا كده تمام الحمد لله. مبسوط. تشتغل ايه؟ سواق. سواق؟ والله سواق. مع حد ولا لوحدك؟ لا عربيه. بس انت لسه صغير على السواقه. لا ما على احنا مهنتنا كده. بقالك من اول المشروع انت بتشتغل؟ اه اول يوم في المشروع. وانت حاسس بايه وكل العمل الكبير ده بيتم؟ ايه اللي تتمناه يا خالد ليك ولكل لكل اسرتك ولكل مصر؟ لمصر. ايه اللي تتمنى ايه؟ قناة السويس. Yeah.
قلنا هنبني ودي احنا بنينا السد العالي من اموالنا بايد عمالنا، والمره دي برضو قناه السويس من اموالنا بايد عمالنا الحقيقه، لانه المشروع وطني كله والانجاز الحقيقه. يعني ما ينفعش اقول لكم امبارح كنا كام متر الحفر، كان كام مليون متر، لانه كل يوم في مثلا مليون متر زياده، انت بتتكلم في 250 مليون او 300 مليون متر مكعب، يعني الحقيقه شيء رائع جدا. وبنشكر كل الناس اللي موجودين هناك بيقوموا بعمليه الحفر وعمليه الشغل. ان شاء الله يا كابتن رامي كلنا نروح نزور هناك بإذن المشروع الله. باذن الله اظن انت متحمس ان انت تروح هناك. ربنا يصلح الحال، احنا بنتمنى ربنا يصلح حال بلدنا كده. بس حسيت انه في مشروع قومي، هو فكرته فكره كويسه اهو، وطريقه التنفيذ وان الناس كلها صف واحد في الموضوع ده كويس في الوقت اللي احنا فيه. هتبدا امتى وهتنهي امتى؟ ده امر كويس ان شاء الله ربنا يتمها. انت بتحب الحاجات دي يا كابتن احمد، واضح انك زي كده. والله يا كابتن هو لازم احنا يبقى لينا دور كرياضيين في اي حاجه. يعني انا من الناس اللي بتقول لا لازم يبقى الرياضي ليه دور في اي مشروع قومي بتعمل. يعني احنا دلوقتي عندنا قناه بتتعمل، لازم يبقى لينا ان نعمل سبورت مع الناس. لازم الناس تروح، لازم والناس اللي ليها قدره ان هي يبقى ليها مثلا لازم حاجه تروح، لازم يبقى في توجه مننا كرياضيين في اتجاه معين ان احنا نحشد الناس الموضوع ده. نروح المره الجايه نلعب ماتش كوره، دي حاجه كويسه والله، ونعمل مباراه سومو. ايه رايك؟ انا معاك والله، ما بهزر. يعني لازم نروح نعمل انشطه. يعني انا بدي اقتراح انه المطربين يروحوا يغنوا، الرياضيين يروحوا يلعبوا، كل واحد انت بتلعب سومو نلعب سومو، بنلعب كره نلعب كره، استعراضي بشكل لذيذ. الناس هتبقى مستمتعه جدا لما تشوف رامي وتشوف محمد ونعرفهم مين دول ويلعبوا ويضحكوا ويهزروا، ونجيب ناس من العمال يلعبوا معاكم. وانا كنت عايز اعمل فرقتين ميكس ما بين العمال وما بين لعيبه الكوره، ده اللي كان نفسي. والله ده المفروض يا كابتن، ده حاجه تفرق قوي كمان لمعنويات الناس اللي هناك. ان احنا برضو احنا بنتكلم في ظروف، احنا هنا قاعدين في تكييف ومش في دماغنا حاجه، ده ناس هناك بتكافح عشان تعمل درجه حراره، ده احنا بقيت قطع النور شويه مش عارفين ننام والتكييف. لا ده هنوقف رامي جون خلاص، ما عندناش مشكله يعني. لا الجون هو كابتن احمد شويه. خلينا نرجع لمحمد، شايف في اقبال من الشباب على السومو تاني يا محمد ولا مش موجودين وبيعرفوا اللعبه ازاي؟ اكبر من الاول، في اكبر من الاول، كويس. من بعد الايفنت اللي كابتن احمد عمله في سيد الصاوي بقى في ناس كتير بتكلمني على الفيسبوك، طب انا عايز العب سومو، طب ايه الشروط، طب سني المفروض يبقى كام؟ بقى في الشباب عنده روح المغامره. في شباب كتير ونفسها تلعب، يعني هي حبت السومو والرياضه نفسها من الشو بتاعها. يعني مثلا كنت انا بلعب مع الاوزان الثقيله، هم الناس فكرهم ان ده واحد بيزق وده لازم يكون تخين. لا ده انا كنت بكسب ناس اتقل مني في الميزان. فكل وقت بقى يجي لي، طب انت بتكسبهم ازاي؟ طب انا عامل زيك ازاي؟ طب انا عايز العب، طب انت بتلعب في نادي ايه؟ بقى في اقبال كبير قوي وناس كتير عايزه تلعب. هستاذنكم لازم اروح للكوره، لان عندنا بيان من الكابتن احمد فتحي بعد ما وقع لنادي ام صلال القطري، وهقرا زي ما هو الحقيقه. ايمانا بعلاقاتي الوثيقه بجماهير واداره وجهاز فني ولاعبي النادي الاهلي، اعظم نادي في الكون، وثقتي في حب هذه الجماهير، هذا الحب الذي سعيت الى الحفاظ عليه من انضمام للاهلي في عام 2007، وعلى مدار 7 أعوام شهدت مشاركتي مع زملائي في العديد من الانجازات المحليه والافريقيه والعالميه. ايمانا بكل ما سبق ارتأيت توضيح ما يلي. اولا اؤكد انني حافظت على مدار كل هذه السنوات بعلاقاتي الوطيده المبني على الاحترام المتبادل مع ادارات الاهلي المختلفه والاجهزه الفنيه، ولم اكن يوما طرفا في اي مشكله او تجاوز، كنت اسعى دائما ان اكون ملتزما بكافه المهام التي توكل الي. ثانيا لم اتعمد ان اضع اداره الاهلي في حرج تسبب في تاخري في حسم قراري بالبقاء في الاهلي والرحيل، وانني اوضح ان هذا التردد الكبير الذي عشت فيه طوال الايام الماضيه كان سبب صعوبه اتخاذ قرار بالرحيل عن الاهلي، وربما لو كنت مرتبط بنادي اخر غير الاهلي وجماهيره لكان القرار اسهل بكثير. ثالثا تعمدت خلال الايام الماضيه الا اخرج باي من التصريحات الاعلاميه حتى لا يتصور احد انني امارس او اساوم الاهلي في تجديد تعاقدي، وحتى لا تسبب اي كلمه عن دون قصد في غضب جماهير الاهلي مني. رابعا حتى اخر يوم لي كان في عقدي كنت اؤدي عملي باخلاص، وشاركت في مباراه الرجاء بكاس مصر باكملها رغم شعوري ببعض الالام اثناء المباراه قبل سفري لانجلترا بيوم واحد لقضاء فتره معايشه مع نادي الارسنال الانجليزي. خامسا ليس صحيحا انني فضلت المال على الاهلي، وكنت احب لاخر لحظه وحتى يوم سفر التوقيع للاهلي، لكن ظروف الكره في مصر وصعوبه اقامه الدوري من مجموعه واحده وغياب الجماهير كلها كانت ظروف جعلتني غير متحمس للعب في مصر في الوقت الحالي. سادسا لم اساوم في اي حديث مع مسؤولي الاهلي بمفاوضات الزمالك، ولم ادلي باي تصريح عن وجود مفاوضات مع الزمالك،
وما تم نشره في بعض وسائل الاعلام لم يخرج مني على الاطلاق. سابعا، ثقتي في اللاعبين الموجودين حاليا في الاهلي سواء عناصر الخبره والشباب بجانب وجود جهاز فني محترم تجعلني مطمئن تماما على الفريق في الطريق لعديد من الانجازات والبطولات. ثامنا، يسعدني بالتاكيد ان اختم حياتي في مصر مع الاهلي حسب رغبه النادي جهاز فني واداري في الفريق على ضوء احتياجاتهم وقتها. تاسعا، كل ما سبق ابتغي بتثبيت رصيدي الذي كونته على مدار السبعه اعوام الماضيه مع جمهور الاهلي الذين لهم اكبر فضل فيما وصلت اليه، واتمنى ان اكون سفيرا جيدا لهم وساشاركهم تشجيع الاهلي لحين العوده لاعبا في الفريق مجددا، اشاركه بطولاته وانجازاته اذا قدر لي الله. عاشرا، الاهلي فوق الجميع. كان لازم بس نقول على هذا البيان لانه لعيب وخد قرار بالاحتراف في مصر رامي لعيب الكوره بيبقى عنده مشكله كبيره في خاصه لما يكون نجم. قول لي بقى في قلت لي الراجل خد ظرف قد كده فيه فلوس قد كده والكابتن احمد قال لك دي بتاع 2 مليون جنيه يعني. قول لي الفرق مثلا بين لعيب السومو في اليابان ولعيب السومو في مصر. خلاص عرفنا مرتبك، لكن هل هناك هي لعبه بروفيشنال وهنا لعبه هوايه؟ من هنا المبلغ او العائد او المقابل ضعيف، وهل ممكن يدخل الاحتراف مثلا في مصر فيها؟ الفرق ما بين اللعيب اللي في اليابان واللعيب اللي هنا في مصر، انا هتكلم عن نفسي يعني كهنا في مصر. اللعيب اللي في اليابان بيبقى قاعد في مدرسه بياكل وبيشرب وبيتمرن وبيعيش، ولو مشى في الشارع الناس بتبقى هتشيله من على الارض. انا هنا بقى في مصر بروح شغلي، اخلص شغلي في شركه مصر للغزل والنسيج، اخلص شغلي اطلع على النادي لو مفيش معسكر او مفيش حاجه قريبه يعني، اتمرن ومرن فرقتي جودو، وانا بمرن فرقتي بعمل حاجات بسيطه كده، بتمشى مشي سومو، تمرين السومو بتاع، اروح بيتنا اللي هو في العلم قريه صغيره كده قبل المحله، لازم اديهم تحيه حبايبي، الناس دي بتقدرني جدا، والدي ووالدتي وزوجتي وابني صلاح الدين ربنا يخليه لك، ربنا يعزك. الناس دي مستحملين ايوه بصراحه، معلش ربنا يكرمك، خلاص اكل الدنيا كلها. والله ده بيني وبينك انا عندي بس خبر ان احمد فتحي لم يوقع حتى الان، واضح ان مدير اعماله شكله عايز يغرقه يعني، كل ما يجي يخلصوا لك طب حط البند كذا حط البند كذا، هم هناك الناس دي بتزهق يعني، في الاخر يقول لك لم هدومك اتفضل اتكل على الله، ما عندهمش ازمه في الموضوع ده يعني. هو الحقيقه انا يعني زعلان جدا منه من ساعه ما اهانه بتجربه الارسنال السخيفه جدا. خليني اسالك، هل ممكن انتوا تكونوا عامل في عوده السياحه اليابانيه لمصر؟ والله يا كابتن احمد احنا في رابطه اسمها رابطه محبي اوسون راشي اللي ماسكاها واحده يابانيه قاعده في مصر، كانت مشاركه معايا في الايفنت بتاع سيد الصاوي، اتكلمت معايا كتير قوي يعني ان احنا عايزين نعمل ايفنتات، وانا كنت اتكلمت مع اللواء سامح واللواء منير وحيد مدير الاتحاد عندنا ان احنا نبتدي نتكلم مع تنشيط السياحه من خلال وزاره الشباب والرياضه مع تنشيط السياحه مع وزاره السياحه ان احنا نعمل ايفنت تحت الهرم، ان احنا نقدر نجذب الناس شويه. احنا السياحه اليابانيه عندنا مشكله السياحه اليابانيه ان هي بتخاف، محتاجه تحس بالامان. فانا لو عملت نظمت ايفنت وجبت كام لعيب ياباني يلعبوا معانا هنا في شرم الشيخ، ورحنا في شرم الشيخ او شرم الشيخ مش مشكله، مفيش مشكله، هي بس ان احنا نعمل ننظم بطوله دوليه. احنا في اتجاهنا كده، واحنا في اتجاهنا برضو ان احنا طلبنا استضافه بطوله العالم في مصر سنه 2016 دي حاجه حصريه لحضرتك، بس لسه ما خدناش موافقه الاتحاد الدولي. المفروض ان احنا يعني ان شاء الله يتوافق عليها في الجمعيه العموميه الجايه بتاعه الاتحاد الدولي، ده كله في سبيل ان احنا برضو عايزين الرياضه يبقى ليها دور في السياحه. محمد عايز تقول ايه كلمه اخيره؟ انت شاركت في الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت عشان المشاركه في البطولات ولا ما كنتش موجود فيها اللي كانت عند الوزاره؟ لا كنت فيه. قعدت ثمره، عملت لكم نتيجه ولا ما عملتش نتيجه؟ يعني بعدين حركت شويه. بس الكلام ده في 2012 طبعا، من عام 2012 كله كان بيقف قدام الوزاره يعني. نفسك تقول ايه وانا بختم؟ والله انا لسه اقول يا جماعه، السمو الرياضه مش رياضه زق بس، ولا رياضه واحد تخين مع واحد تخين زي ما هم واخدين الفكره، هي السمو الرياضه بتعتمد اعتماد كلي على الذكاء وعلى الاتزان بس يعني. نفسي ان هم يفهموا يعني ايه سمو مش اكتر، على الاقل عندنا في مصر. هسول يا رب، انا عاوز بس كل الغربويه والمحلويه وبلدي بالاخص يدعوني بقى في بطوله العالم العلو، اقول العلو حته صغيره كده، يدعوني بالله عليكم في بطوله العالم وربنا ييسر الحال، كل مصر تدعي لك واجيب لهم المحلويه كله بيدعوا من قلبهم لا كله بيدعوا من قلبه، ده المصريه مصر جميل يعني. اخر حاجه، تميم بن حمد، الشيخ تميم بن حمد المشرف على الكوره في نادي ام صلال، قال لو لم يوقع احمد فتحي اليوم تعتبر الصفقه خلاص انتهت وسيعود الى القاهره غدا. زي ما بقول لكم واضح انه مدير اعمال احمد عامل له مشكله
كبيره. نتمنى له التوفيق بقى سواء هنا ولا هناك، ربنا يستر الحال ان شاء الله. بشكرك كابتن رامي بالتوفيق ان شاء الله عز وجل. شكرا كوتش. بشكرك كابتن احمد بالتوفيق ان شاء الله. نورتك بقى يا كابتن، وبشكرك على الدعوه الجميله دي ودايما كده. نورتونا والله، ربنا يبارك في حضرتك يا كابتن. ربنا يخليك كابتن محمد. التوفيق ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله تقابلنا واحنا جايبين مدارس كره العالم اكيد ان شاء الله، وهنلعب سوم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكركم اعزائي المشاهدين، غدا باذن الله هاب الكومي وعلاء مرتضى في حلقة جميلة بإذن الله عز وجل، وانتظروني بعد غد في سهرة الملعب من التاسعة حتى الواحدة بإذن الله. دمتم بخير، تصبحوا على ألف خير.